مجلس النواب يفتتح فصله التشريعي وينهي قراءة أربعة قوانين. والعقد مجلس النواب جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني، السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة، التي عقدت اليوم السبت برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابته وحضور 171 نائبا. كما أنجز المجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 المقدم من لجنة الأمن والدفاع. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نسولف. قضية مهمة، أنا أتمنى أن يكون الحضور كبير حتى نطلع بنتيجة، منظل واحد يقول 30,000 واحد يقول 40,000. أخوان دخلنا على النظام، رحنا كلجنة أمن ودفاع لجنة مصغرة ودخلنا على نظام الجوازات، واجتمعنا ويا لواء نشأة الخفاجي لواء ماجد هم المسؤولين عن هذا الملف. أخذنا أرقام دقيقة راح أعطيكم إياها حتى تستفادون منها. كل الموجود، كل ما صرفت الحكومة العراقية من جوازات سفر عدد 11,000 جواز، الذي توفي، الذي أحيل على التقاعد، كذا، الموجود الآن الفاعل بحدود 1670 جواز فقط. هذا كان آخر تحديث بحضورنا، 1670 جواز دبلوماسي، 1400 وكذا جواز خدمة، 69 أو 67 جواز خاص الفاعل الآن. فهذه الاتهامات اللي توجه للخارجية وللداخلية ومنع جواز سفر، طبعا رحنا بسبب كانت قضية الفانشست أو الكذا مطروحة، فرحنا دورنا ما لقينا لها، اسمها ما إلى وجود حقيقة، إنصافا للأمانة والله ما إلى وجود. كلام واضح ولا أعتقد أنه يحتاج إلى توضيح أو تعليق مني، فما رأيتموه حاليا بتصريح أحد النواب في مجلس النواب حول الجوازات وما قال الفاشينستات والجوازات الخاصة والجوازات الدبلوماسية، الذي أصبحت لمن هب ودب ولمن حتى لا يمتلك عملا في الحكومة العراقية أو في المجتمع لمجرد فاشينستة أو بلوغر وما شابه، تمتلك جواز سفر خاص أو يعني جواز خدمة أو جواز دبلوماسي.